من LBCI أحييكم وأستهل النشرة بأبرز العناوين. التعليق بين المهل بين التعليق والتمديد في الجلسة العامة غدا. استشارات التأليف انطلقت. كيف قتل البوطي؟ وسط انقسام في الرأي حول تمديد مهل الترشيح إلى الانتخابات النيابية أو تعليقها، أرجأ رئيس المجلس النيابي نبيه بري الجلسة العامة التي كانت مقررة اليوم إلى 3 من بعد ظهر غد إفساحا في المجال أمام مزيد من المشاورات. ومعنا مباشرة من ساحة النجم الزميلة جويس الحاج خوري. جويس، كيف جرت الأمور حتى توصلت هيئة مكتب المجلس إلى تلك الصيغة؟ ماريو، في الواقع مطلب التأجيل كان المطلب الأساسي لدى تيار المستقبل، كان يريد أن يتم تأجيل اجتماع الهيئة العامة 48 ساعة إفساحا في المجال للاتصالات، ولكن بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس هذا الاجتماع الذي استمر ساعة من الوقت والذي انضم إليه في وقت لاحق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ونواب من الكتائب اللبنانية ومن القوات اللبنانية، ارتأى الرئيس نبيه بري إرجاء هذه الجلسة العامة إلى بعد ظهر غد. ولكن بعد هذه العملية كانت هناك لقاءات مكثفة لرئيس البرلمان. هذه اللقاءات كانت مع ممثلي الكتل النيابية مختلف الأفرقاء السياسيين حضروا في هذه الاجتماعات. من خلال هذا الاجتماع تم التوصل إلى صيغة، هذه الصيغة ستطرح بالغد على طاولة الجلسة العامة لمناقشتها وربما للتصويت عليها. هذا الأمر يعني سيكون غدا، يعني سيتم التحديد ما إذا كان سيكون هناك تصويت. الصيغة مفادها بتعليق المهل الدستورية فيما تعليق العمل بأحكام قانون 60 حتى 19 من أيار 2013، ولكن هذه الصيغة لم تحدد ما ستؤول إليه الأمور بعد 19 أيار إذا لم يتم التوصل إلى توافق حول قانون انتخابي جديد. أعتذر على المقاطعة جويس، يبدو أن الرئيس ميقاتي يدلي بتصريح بعد لقائه الرئيس تمام سلام. جاهزين؟ بدي يكونوا جاهزين من الأوراق. اجتمعنا مع دولة الرئيس المكلف وطلبنا بأن تكون حكومة هدفها الأساسي إجراء الانتخابات النيابية، لأن بإجراء الانتخابات نكون أكدنا مجددا على ضخ دم جديد في الحياة السياسية اللبنانية، وتنسجم مع قولي في المرة الماضية من القصر الجمهوري أن المداورة في الحكم هي الأساس في كل الأنظمة الديمقراطية. خلال اللقاء أيضا بحثنا بعدة مواضيع وخاصة أمور تتعلق اليوم، تحدثنا عن مدينة طرابلس ومطالب مدينة طرابلس وكيف يمكن متابعتها، وطلبنا أيضا بالإسراع بتشكيل الحكومة لأنه هذا يخفف عنا عبء تصريف الأعمال في هذه الظروف التي تمر بها البلاد. شكرا لكم. من جديد نعود إلى الزميلة جويس. جويس، إذن الصيغة هي وقف كل المهل حتى 19 أيار. تعليق المهل حتى 19 من أيار، وأيضا تعليق العمل بمفاعيل القانون رقم 60 والتي المادة 60 والتي تتعلق بالتزكية، الفوز بالتزكية. نعم. وإنما خلال هذه المداولات طرح النائب علي فياض وأيضا النائب جورج عدوان أن يجري أيضا إلغاء كل مفاعيل قانون 60، ولكن لم يتم تضمين الصيغة هذه النقطة. أود الإشارة أخيرا ماريو إلى أن تيار المستقبل استمهل حتى مساء اليوم لإعطاء موافقته النهائية على هذا الصيغة، وبالتالي إذا لم يوافق فهو لم يحضر جلسة الغد. ماريو، أكتفي بهذا القدر، أشكرك جدا الزميلة جويس. وفي ساحة النجم أيضا انطلقت الاستشارات النيابية لتأليف الحكومة. إذن بدأ رئيس الحكومة المكلف تمام سلام الاستشارات النيابية لتأليف الحكومة، وقد استهلها بلقاء الرئيس نبيه بري على أن يستكملها اليوم وغدا. وننتقل إلى مجلس النواب مع الزميلة هدى شديد للاطلاع منها
على الأجواء هناك. هدى، يمكن القول بطبيعة الحال أن قطار التأليف وضع على سكة الاستشارات، كيف تبدو الأجواء بعيدة أول لقاء بين الرئيسين ميقاتي وسلام؟ نعم، الاستشارات بدأت مع رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي الذي تحدث من لحظات للـ LBCI وأكد أنه داعم ومتعاون مع الرئيس المكلف تمام سلام، وأن هناك في لبنان احترام لما يسمى تداول السلطة، وهو مع تداول السلطة، واعتبر أن أمامه مهام كبيرة جدا وهو سيكون داعما له. الاستشارات التي بدأت مع الرئيس نجيب ميقاتي بطبيعة الحال بدأت مع الرئيس نبيه بري في مكتبه في ساحة النجمي، استكمل مع الرئيس نجيب ميقاتي، ويستكمل أيضا مع الرئيس ميشيل عون، ويلي الرئيس فؤاد السنيورة، ومن ثم نائب رئيس المجلس فريد مكاري، وبعدها تبدأ الاستشارات غير الملزمة مع الكتل النيابية، وهذه الاستشارات يمتد جدولها حتى 7:30 ليلا مع كتلة نواب لبنان الحر الموحد. وكما علمت الـ LBCI أن الاستشارات سوف يشارك فيها النائب ميشيل عون وأيضا النائب سليمان فرنجي مع كتلهما النيابية. هذه الاستشارات سوف يتحدد فيها توجهات الكتل إزاء الحكومة المقبلة، إزاء شكل الحكومة المقبلة والمهام التي تنتظرها كل كتلة من هذه الحكومة، والتي يصر الجميع على أنها حكومة انتخابات، ولكن البعض يرى في ضرورة أن تكون حكومة سياسية كما يريدها 8 آذار، ومعهم تكتل التغيير والأصلاح، وبعضهم الآخر أي 14 آذار تريد أن تكون حكومة محايدة من غير المرشحين، وأن يكون هدفها الأساسي إجراء الانتخابات النيابية. هذه الاستشارات بدأت، وسوف نكون معكم بكل ما يتم تصريحه من قبل رؤساء الكتل أو الكتل التي تشارك في هذه الاستشارات التي يجريها الرئيس المكلف في الطابق الثاني من مبنى مكاتب النواب في ساحة النجمي. ماريو، شكرا لك. وكان الرئيس المكلف تمام سلام قد تابع تلقي التهاني في دارته في المصيطبي، فاستقبل الرئيس الأسبق أميل جميل الذي أكد الوقوف إلى جانب سلام في مسعاه لتأليف الحكومة، متمنيا التوافق في مجلس النواب. كما تلقى السلام اتصال تهنئة من وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الذي أكد اهتمام فرنسا بإنجاز الاستحقاقات القادمة. ومن زوار المصيطبي، سفراء كل من بريطانيا توم فلتشر وتركيا إنان أوزالديز والكويت عبد العال القناعي. في باريس يلتقي البطريرك الماروني الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند عند 4 PM بتوقيت بيروت. وكان الراعي قد شدد في لقائه وزير الخارجية الفرنسية على دور الأسرة الدولية وأصدقاء لبنان في مساعدة النازحين السوريين. 4 أيام للبطريرك الماروني ماربشارة بطرس الراعي في باريس ستكون حافلة باللقاءات، استهلها بعيد وصوله بلقاء وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس في حضور الوزير السابق زياد بارود، لقاء حضرت الأزمة السورية فيه بوضوح، وخصوصا لجهة تداعياتها على لبنان، حيث اتفق الجانبان على ضرورة وقوف المجتمع الدولي وأصدقاء لبنان إلى جانبه في مسألة إيواء النازحين من سوريا، لأن قدرة لبنان محدودة جدا في هذا المجال. وفيما نوه فابيوس بسعي البطريرك الراعي والقيادات السياسية اللبنانية على تأمين أجواء الحوار في البلاد، أبدى أمله في أن تنجح الحكومة المرتقبة في النهوض بلبنان اقتصادياً. البطريرك الراعي التقى في مقر إقامته نائب رئيس الحكومة الأسبق عصام فارس، وجدد البطريرك دعوته الأسرة الدولية إلى وضع حد لعمليات الحرب والقتل في سوريا واعتماد الحوار وسيلة لحل النزاعات القائمة. كما كان تأكيد على الصعيد المحلي على وجوب الوصول إلى قانون انتخابي يؤمن التمثيل الحقيقي ويضمن للمسيحيين مشاركتهم الفعلية وحضورهم في إدارة الشأن الوطني. هذا ويتوج البطريرك الماروني زيارته باريس بلقاء الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند عصر الثلاثاء، كما أنه من المتوقع أن يلتقي الأربعاء الرئيس سعد الحريري الذي ينتقل من لندن إلى العاصمة الفرنسية. بعدان سياسي وروحي لزيارة البطريرك الراعي لفرنسا، ومما لا شك فيه أن المسؤولين الفرنسيين باقون على اهتمامهم ومهما تبدلت العهود بالحفاظ على استقرار لبنان وإبعاده عن أي تجاذبات. من باريس، كريستيان جعارة، يزبك وهبة،
LBCI. تتابعون بعد الفاصل. مخطوفو أعزاز والعمال السوريون في لبنان. في التطورات السورية، القاعدة في العراق تعلن أن جبهة النصرة امتداد لها وظهور شريط يصور لحظة التفجير الذي استهدف الشيخ البوطي. غداة انفجار سيارة في وسط العاصمة السورية، قالت دمشق إنها ناتجة عن تفجير انتحاري. أكد تنظيم القاعدة في العراق أن جبهة النصرة التي تنشط في سوريا ضد نظام الرئيس بشار الأسد امتداد له وجزء منه، وهدفها إقامة دولة إسلامية في سوريا. وأعلن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في رسالة صوتية نشرت على مواقع جهادية إلغاء اسم دولة العراق الإسلامية واسم جبهة النصرة لجمعهما تحت اسم واحد هو الدولة الإسلامية في العراق والشام. إلى ذلك يطرح الملف السوري للنقاش خلال اجتماع مجموعة الدول الثماني الكبار الذي يعقد في لندن في 10 و11 من الشهر الحالي، بحسب ما ذكرت الخارجية الروسية التي جددت التأكيد أن موسكو لا تدعم أي طرف في النزاع الداخلي في سوريا، محذرة من أن سيناريو استمرار المواجهة المسلحة يهدد بانزلاق البلاد إلى الفوضى وسيتسبب بتعزيز الإرهاب الدولي وتدهور الأوضاع الأمنية في الدول المجاورة. الله أكبر والعزة لله. ميدانيا وفي وقت تتواصل المواجهات وعملية القصف في مدن سورية عدة، تحدثت وكالة سان عن أحباط محاولة إرهابي انتحاري تفجير شاحنة مفخخة في إدلب. تزامنا تداول ناشطون عبر مواقع الإنترنت شريط فيديو قالوا إنه صور لحظة مقتل الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي داخل مسجد في دمشق الشهر الماضي، وهو يظهر البوطي لحظة وقوع انفجار صغير ثم يسارع شخص إليه وينصرف، ويبدو بعدها البوطي والدماء تسيل من رأسه. وقد رجح الناشطون فرضية اغتياله بالرصاص وليس بالانفجار. إنسانيا، حذرت وزارة الداخلية السعودية من الانسياق للدعوة إلى جمع التبرعات غير المصرحة رسميا للسوريين نظرا لاحتمال وقوع عمليات نصب أو وصول الأموال إلى جهات أسمتها بالمشبوهة. أهالي المخطوفين اللبنانيين في أعزاز يواصلون منع العمال السوريين من موازلة أعمالهم في الكوكودي. المخطوفين لأنهم عم يسحتونا من الشغل. المكان نزلة الكوكودي في الضاحية الجنوبية لبيروت. الزمان 6:00 صباحا. المهمة منع العمال السوريين من الوصول إلى أعمالهم. أما الطريقة فهكذا. يعطوك أجارك وينزلوا. يلا 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 صف على اليمين. خلينا ننزل. صف على اليمين. قرب. قرب لهون. إذن أهالي الحجاج اللبنانيين المخطوفين في سوريا قرروا متابعة تحركاتهم ضد العمال السوريين في الضاحية وضواحيها. خذوا فان، ايه اعملوا معروف. ناخذ فان ثاني؟ ايه خير يعني. ما الداعي عليك. خلي الفان لصاحبه لأنه إذا بعد شوفك على الفان بدي طبشك. مش رح يمروا يا عم. ماشي. ارجع أذكر نحن منع عنصرية أول شغلة. وثاني شيء عندنا قضية. بدنا نضل ملحقين هلا عم نضغط على السوريين، بركي بيضغطوا أهاليهم. وبتركونا المخطوفين. نحن مثل ما كنا حاكين انه من اول نيسان بده يبلش الشغل، نحن بلشنا. بلشنا اللي يعني بالسوريين بعد عنا بالاتراك. عم نوقف السوريين، ممنوع يروحوا على اشغال، ممنوع يشتغلوا اساسا. ليش؟ لحتى يعودوا المخطوفين الزوار اللي عنا لا يرجعوا على لبنان، اهلا وسهلا فيهم، بس طالما هن بعدهم هناك مخطوفين وبيدعوا انهم ضيوف عندهم، هيك بدنا نعامل ضيوفنا هون بلبنان. يدفع هؤلاء الفقراء السوريين ثمن جريمة لم يرتكبوها، ثمن هجرتهم ونزوحهم إلى بلد ظنوه آمناً، لكن لا عزاء لهم ولا لقمة عيش لأولادهم اليوم. والله شيء طبيعي، عادي، رزق رب العالمين، شو بدي أقول؟ والله خراب، والله ما عارف إيش نقول. ليش هاي حياة متغربين عن بيتنا وعن جهالنا وعن هيا دمار اشنو يعني؟ من قديم الزمان نحن اخوه ونحن اصدقاء ونحن احبه، نجي نسوي ببعضنا هيك مواقف حرام. اهالي المخطوفين يريدون عوده احبائهم. حسنا، لكن ما ذنب العمال السوريين؟ عمد عدد من الشبان الى قطع الطريق المؤدي الى عرسال مانعين الدخول الى البلده والخروج منها، وقد احرقوا الدواليب مطالبين بضمانات لفك اسر المخطوفين من البلده ووقف التهريب من سوريا.
وفيما حاول عدد من المعتصمين الاقتراب من حاجز للجيش عند مدخل البلدة ومنع تحركات عناصره، أطلقت عناصر الحاجز النار في الهواء لتفريقهم. وفي وقت تستمر المساعي لإعادة فتح الطريق، أكد نائب رئيس بلدية عرسال أحمد الفليطي للLBCI أن المعتصمين لا يعبرون عن رأي البلدة، لافتا إلى أن هناك حالة من الانفلات والفوضى. عمليات القرصنة تصل إلى لبنان، ومن ضحاياها صحيفة المستقبل. ظهر الثلاثاء بات الدخول إلى موقع صحيفة المستقبل مستحيل، وبدل مقالات كتاب الجريدة ظهرت على الصفحة الرئيسية ما سمي بالدفعة الأولى من الشهود السريين للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، إلى جانب صور هؤلاء الشهود. تعرض الموقع للقرصنة إذن، كما اعترفت الصحيفة نفسها على حسابها على تويتر. لكن قبل اختراق موقع الصحيفة، تلقى اللبنانيون صباحا رسالة قصيرة وواضحة على هواتفهم المحمولة، وفيها عاجل، أسماء الشهود الرسميين في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان منشورة على موقعنا، ثم عنوان الموقع تلاها التوقيع، إعلاميون من أجل الحرية. ما هي إلا دقائق حتى وصلت رسالة قصيرة ثانية تطلب زيارة موقع جريدة المستقبل للحصول على لائحة بأسماء الشهود. وعند الدخول إلى الموقع المشار إليه في الرسالة الأولى، يتبين بالفعل أن أسماء الشهود أو المجموعة الأولى منها منشورة، إلى جانب تعريف بأصحاب الموقع وأهدافهم، والتوقيع كالتالي: مجموعة من الإعلاميين أخذنا على عاتقنا كشف الفساد في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. إدارة الصحيفة أكدت أنها ستعمل على إعادة الموقع قريبا على الشبكة، ولكن فور تأمين الحماية اللازمة له. أما القراصنة أو الإعلاميون من أجل الحرية فيعيدون بالمزيد. عاملة سريلانكية تنتحر في منزل مخدوميها في الفنار. انتحار عاملة منزلية شنقا، خبر بات يتكرر دائما لدرجة أن البعض لا يهتم بالبحث عن السبب. في الفنار وجدت كارول عشقوت عويدة عاملتها السريلانكية دومال جدارة منتحرة داخل منزلها أثناء غيابها عنه. من شي شهر عرفت أنه جوزة هي تركها، جوزة أخذ لها بنتها وراح، دونك سودت الدنيا بوجه. كل مرة تقول لي لشو بدي أعيش، لشو الحياة، شو بعد عندي أنا بالحياة. لامبارح تركتها، كانت شوي إجاها تليفون وما كانت مزبوطة كتير، جيت أنا على الصيدلية ما في أترك الصيدلية. رجعت طلعت الظهر لقيتها شنقة حالها مع الأحالة على بارفيكس قدام أوضة ولادي بالسنتور. يعني كان شي مرعب ما في أقول لك. قد يكون سلب ابنتها منها هو ما دفع دومال إلى الانتحار، إلا أن تكرار حوادث الانتحار لا يمكن أن يمر مرور الكرام وكأن شيئا لم يكن. ما مصير جسر ذوق مصبح الذي فقد بعض وصلاته الحديدية؟ هكذا في لبنان تترك الجسور من دون صيانة ولا اهتمام. هذا الجسر يصل ذوق مصبح بالمسك الغربي لأوتوستراد نهر الكلب، حتى الساعة ما يزال يؤمن صلة الوصل بينهما، لكن اختفاء الوصلات الحديدية لا ينذر بالخير. نحن مقاطعين بصير ينط الجسر كله فينا، فكري رح يوقع الجسر بعدين لايكي كيفو، يعني حديده رح يقعوا منه، وما بعرف إذا لو بيتحركوا شي شوي أحسن ما نقلب شنهار نحن وياه بالكاميون. يرقلوا سنتين بيجوا بيضحكوا علينا وبيحطوا حديد يلاح طول وبفل وبخبط تخبيط الجسر. بس تجي انتخابات بتزبط قبل انتخابات. كل يوم بزل على بيروت من هذا الجسر على هذا الطريق. إذا بتقطعي هلا بتشوفي إنه بتبين الأرض تنتحت منه عليك هيك، وحاطين إنه هن زبطوا حاطين شقفة حديد، بس يعني هاي شقفة حديد بتقبايا بتشوف الأرض تحت منك. والله ما شحنا على طول بسلك الجسر، كل ما نعدي على الجسر يعني السيارة بترجع. أحد المواطنين أخبرنا عن مشاهدته سقوط هذه الحدائد من الجسر، ولا يزال الحل الوحيد بالنسبة للسلطات المسؤولة هو وضع حواجز بلاستيكية لإبعاد السيارات عن الجزء الأكثر تضررا من الجسر. بالذات امبارح عملنا كتاب وبعثناه على مجلس المال والأعمار وعلى وزارة الأشغال خطيا شفهيا قبل ايه حكينا معهم، بس تتلفني بيقول لك خلص رح نشوف ونحن شفنا ومش خطر ورح نظبط، بعد 10 ايام بعد 5 ايام بعد جمعتين رح نظبط، لحد صار مرق شهرين يعني. مجلس الانماء والاعمار اكد ان وضع الجسر لا يشكل خطرا وانه سيتم اصلاحه في الايام العشرة المقبله، اذا مماطله تلو المماطله ومخاطره بسلامه المواطنين، وما من حسيب ولا رقيب. تتابعون بعد الفاصل. إيران تدشن منجمي إيرانيوم.
في اليوم الأخير من زيارته المنطقة، التقى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التقاه مجددا وبحثا في مسألة حل الدولتين ومسار عملية السلام، كما تناولا الملف النووي الإيراني. فقال نتنياهو إنه لن يسمح لطهران بالاستمرار في برنامجها، فيما أكد كيري انفتاح واشنطن على المفاوضات. وكانت إيران قد دشنت منجمي أورانيوم سيزودان مجمعا جديدا بالكعكة الصفراء في ولاية يزد وسط البلاد، وسيتمتع المجمع بقدرة إنتاج سنوية تبلغ 60 طنا من الكعكة الصفراء، أي الأورانيوم المركز الذي يستخدم لاحقا لإنتاج الأورانيوم المخصب، حسب ما أفاد التلفزيون الرسمي. وقال الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد في خطاب نقله التلفزيون: في الماضي كنا نعتمد على الخارج للتزود بالكعكة الصفراء، ولكن بفضل الله ها نحن ندشن المنجم تلو الآخر، مضيفا لقد بتنا نمتلك مجمل سلسلة إنتاج الطاقة النووية وأصبحنا بلدا نوويا ولا أحد يمكن انتزاع ذلك منا. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن مجموعة من الأشخاص هاجمت بقنابل المولوتوف مبنى دار الحكومة الذي يضم مقر وزارة الخارجية في المنامة، من دون أن يسفر ذلك عن خسائر، وأن أفراد حراسة المبنى تصدوا لهم. وأفاد شهود أن قوات الأمن دهمت منازل عدة في المنامة واعتقلت عددا من الشباب، غير أنه لم تصدر أي حصيلة رسمية بذلك. لوحت كوريا الشمالية مجددا بحرب نووية حرارية في شبه الجزيرة الكورية، ودعت الأجانب المقيمين في كوريا الجنوبية إلى اتخاذ إجراءات للمغادرة. وتأتي هذه الدعوة بعد تحذير مشابه وجهته بيونغ يانغ إلى السفارات الأجنبية، أكدت فيه عدم قدرتها على ضمان سلامة موظفيها في حال نشوب حرب. إلى ذلك، نشرت اليابان صواريخ باتريوت في قلب طوكيو للتصدي لأي صاروخ قد تطلقه كوريا الشمالية التي تهدد الأرخبيل، حسب ما أعلنت وزارة الدفاع اليابانية. 10 سنوات على سقوط بغداد وحكم صدام حسين. عقد من الزمن مر على مشهد غير التاريخ العراقي، ذاك المشهد حين اخترقت رافعة أمريكية ساحة الفردوس وسط بغداد وقامت بإسقاط تمثال الرئيس الراحل صدام حسين في لحظة اعتبرها العالم إعلانا رسميا لسقوط النظام وبداية عراق جديد. ساحة الفردوس اليوم تبدو هادئة والحركة فيها طبيعية خلافا لحال العراق، ففي وقت يعيش العالم العربي ثورات في سبيل الديمقراطية وإسقاط الدكتاتورية، تعيش بغداد مخاضا صعبا ودمويا، فالسلام المنشود لم يحل بعد وديمقراطية لم تتحقق. من بعد 10 سنين من السقوط ولحد الآن أنا بالنسبة لي أي بارقة أمل ماكو بهذا البلد. الحكومة بيناتهم يتعاركون بس على الكراسي وكل شيء ماكو، وهاي العالم الفقارة طايحة بيها. الذكرى 10 لسقوط نظام حزب البعث تمر من دون أي مراسم احتفالية، فالعراق الذي لم يتمكن من التوصل إلى تسوية مقبولة من الجميع يواجه أزمات تزداد حدة يوما بعد يوم، بدءا بأعمال العنف وصولا إلى عدم الاستقرار السياسي. منظمة تعداد القتلى العراقيين ومقرها بريطانيا أفادت بأن أكثر من 120 ألف مدني عراقي قتلوا خلال السنوات 10 التي أعقبت الغزو، إضافة إلى سقوط آلاف العسكريين ورجال الأمن في تفجيرات دامية طبعت اليوميات العراقية. يأتي كل ذلك في وقت ينظر الخلاف السياسي الصاخب بين رئيس الوزراء نور المالكي وأخصامه السياسيين بنزاعات طويلة الأمد، إضافة إلى نزاع الحاد بين أقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق والسلطة المركزية في بغداد. هي 10 سنوات طوال مرت على العراقيين الذين تباينت آراؤهم بين من اعتبرها ذكرى أليمة ومن رأى فيها انتصارا تاريخيا. في الختام شكرا لكم، لكننا مستمرون في متابعة وقائع الاستشارات النيابية التي يجريها الرئيس تمام سلام في مجلس النواب، فابقوا معنا.